طيب هون هلا هذا الفيديو بارت 3 من شابتر من هذا الشابتر عم نحل نحل اكسرسايزز. صرنا هلا بالاكسرسايز 9 ببيج 167. هذا التابع للشابتر 8. هذا الاكسرسايز عم يقول لنا the photograph below shows a plant cell during anaphase with two pairs of chromosomes. هلا هن اصلا لو ما كانوا قايلين لنا anaphase كان كتير واضح. شوفوا كيف الكروموزومز مبينين مجموعتين منقسمين عن بعض. هالكروموزومز هيك في مجموعة من الكروموزومز رايحين على هذا البول على هذا الجهة، وفي مجموعة تانية من الكروموزومز رايحين على الجهة التانية. فهيدا كتير واضح انه هو anaphase. اوكي عم يقلنا هلا هون draw the cell and the bullet. بدنا نرسمها. هاي بينة انه ما في استروباتيز، يعني كأنه plant cell، وهي اصلا سوري قايلين لنا بلانسل، بس لو كمان ما كانوا قايلين لنا كان واضح. يعني مثلا هون كيف نرسمها؟ نرسمها هيك، يعني نرسم سل هيك تشبهها، ولو كنا عم نرسمها بايدنا ما بيأثر. عم نطلع فايبرز وهن قالنا انه في بقلبها 2 بيرز اوف كروموزومز، يعني في 4 كروماتيدز من هالميله و 4 كروماتيدز بوجهن. نرسم كروموزومز بس هيك يكون اسمك هذاك كروموزوم تاني كروموزوم تالت كروموزوم رابع. هلا بوجهن في هذا الكروموزوم وهذا التاني وهذا الكروموزوم التالت وهذا الكروموزوم الرابع. مش ضروري يكونوا كومبليت ايدنتيكال مثل بعض، بس مهم نبين انه هن عم يروحوا على الميلتين. ما بنرسم استروباديز لانه هيدي انيمال سيل، بس هيك بفرجي انه مش موصولين على استروبادي. فهاي مبين انه صار في عنا بولر اسنشن، يعني with two pairs of chromosomes. شوف كيف دايما بقرب الجيفن، لقى هذا two pairs، هذا اول كروموزوم، الثاني، الثالث، الرابع، يعني اربع كروموزومز، لانه هدول كروماتيدز شقفتين من نفس الكروموزوم، هدول شقفتين من نفس الكروموزوم، هدول نفس القصه كمان. اوكي هيك يعني، بس ما فينا نرسمها هيك الا ما نعملها ليبل. الليبل بيكون كل واحد من هيدا بنحط هيك الارو على الشغله اللي نحن بنسميها. هيدا اسمها فايبر اف اي بي اي ار. كل واحدة من هيدا اسمها كروماتيد. او شو كمان، بس هيدا هي. اوكي وهيدي انا فيز انا فيز. اوكي خلصنا بارت اي، هذا كان بارت اي. طبعا بنكتب لها تايتل، حط انه تايتل هون ما بتساع تكتبوها انتو. التايتل هو سكيماتيك diagram schematic diagram of a plant cell during anaphase. during هلا هون محشورين كتير during انا فيز، بس ان شاء الله يكونوا واضحين. اوكي هلا part b عم يقلنا write a short text او short paragraph explaining the events that occurs during this phase. شو بصير during this phase؟ بدنا نقول لهم اول شيء هن اول شيء بدنا نقول لهم مثل اللي موجود بالكتاب، عم نقول لهم انه the centromere of each chromosome is split and the sister chromatids migrates towards opposite poles of the cell through a process called polar ascension. هذا اللي بصير during anaphase. اوكي هذا طبعا مش هيك جبته من عندي،
هن مثل ما قلنا موجودين بالكتاب بالبيج 159. هيدا هو انا قلت هدول بس بطريقة مختصرة. هذا بالبيج 159 مكتوبين هدول شو بيصير بالانافيز. Like كيف قالين the two chromatids of each chromosome separate when the centromere divides. The chromatids move towards opposite poles of the cell. This is polar ascension. But then two identical sets of chromosomes, each chromosome with one chromatid, are obtained. Okay. هلا بالنسبة لexercise 8 بpage 167 عم يحكوا هون the figure below shows a phase of mitosis of animal cells. هاي animal cell. ليه animal cell بين كتير واضح انه في aster bodies. هدول في الأستر باديز موجودين بالانيمال سيلز بس مش موجودين بالبلانت سيلز. طبعا في سبندل فايبر عادي مثل البلانتس بلانت سيلز وفي كروموزومز اللي هن دوبليكيتد كروموزوم بكفي كمان معروفه. هلا which phase does it represent? It represents metaphase. بين الكروموزومز على سويت بعضهم على الاكواتوريال بليت. Just fair answer بنقلهم since the chromosomes of the cell are lined up on the equator of the cell أو on the equatorial plate. طيب part B label the structures 1 to 3. The 1 is the aster body, 2 is the spindle fiber, and 3 هي duplicated chromosome. Part C draw this cell during anaphase and label it. بدنا نرسم هيدي السيل بس خلال الانافيز. شو بدنا نعمل بالانافيز؟ انافيز عادي بتكون نفس السيل. نرسم هيك شيء بيشبهها. نرسم أستر باديز معنا 2 كروموزومز بكفي نطلع لهم 2 سبندل فايبرز نمدهم. هيدي أنافيز يعني إذا بيكونوا مفصولين عن بعض. هاي لأنه ميتافيز يعني هيدي دغري من بعد أنافيز صار. هيدا السنترومير تيتو بينكسر وهيدا السنترومير تيتو بينكسر. هذا بيروح لميلة وهذا بيروح لميلة الثانية وهذا كمان نفس القصة. فهيدا بيروح هيك طويلة هيدي شوي وهي مش ضروري يكون هي ذاتها يعني بس انه هم مبين الفكرة. وهذا الكروموزوم الثاني انه عم يشدهم الأستر باديز بهدول الحبال تعوله بالخيطان تعوله. وهذا مثلا بنرسمها هيك ومنلونها لنبين انه هدول سيستر كروماتيدز ار سيبريتينج. وهدول سيستر كروماتيدز ار سيبريتينج شقف هيك بهالطريقه وهدول بهالطريقه. المهم هيدا صار انافيز لانه هيدا اصلا ميتافيز. طبعا نعمل ليبل استر بودي. شو كمان هيدا كروما هيدا كروماتيد وهذا هون فايبر. كيف بدنا نحط الليبل بقى؟ هاي كروماتيد. ليه كروماتيد؟ لانه نص كروموزوم بس هو بعد شوي بالتيلو فيز بصير كروموزوم. او فينا نقول عنه كروموزوم اوف وان كروماتيد. وهيدا شو هيدا فايبر او فينا نقول اكروماتيك سبندل فايبر او فايبر بكفي. اوكي عادي هو خلصت. طيب هلا بنيجي لسؤال بالدورات هو دورة 2009 الاولى. هذا السؤال جايبينه بهذه الدورة عم يحكوا فيه كان عن سيل ديفيجن اسمه ميتوسيس طبعا بس كان اول مرة جايبينه بهذا الاسلوب والواحد لازم يتدرب عليه. هذه الدورة طبعا فيكم تحلوها من الشامل او تشوفوها من www.crdp.org. يعني هذه الويب سايت طبعا بتعرفوا انه هي الويب سايت تاعت المركز للبحوث والانماء. هن بينزلوا الدورات على على الانترنت والحل طبعا طبعا وموجودين بالشامل ايضا. بهذا السؤال قايلين أول شيء the document below represents the variation in the mass of chromosomic material during a cell cycle.
يعني انترفيز اند ميتوسيس، لانه سيل سايكل هي انترفيز كامله مع ميتوسيس. اوكي، انترفيز يعني حياه خليه عايشه عادي، بتفرز وبتاكل وبتعمل كل الاشياء، وذن ميتوسيس بس بدها تنقسم. اوكي، هلا هيدا هو الدوكيمنت عم بفرجينا اول شيء كيف هي الماس تاعت الكروموزومز، زينين ولا الكروموزومز ليشوفوا قديش الماس تاعتهم. فشوفوا كيف اول شيء قال كانت الماس تاعتهم 2. ايوه، مرق وقت معين عملت ميتوسيس هذه الام، قال انه هو ميتوسيس، بس لما عملت ميتوسيس قلت العدد، قل الماس تاعت الكروموزومز، نزل صار 1 نصه، صار رجع بعد شوي كتر صار دبل، رجع بعدين عمل ميتوسيس وقل عن جديد، رجع كمان كتر عن جديد الدبليكيت صار الماس تاعت الكروموزومز واتسترا. طب برأيكم هيدي الدوبليكيشن شو بتصير؟ شو بيكون فيها الكروموزومز؟ صح، بيكون هن كانوا كروموزوم اوف 1 كروماتيد صار دوبليكيتد وصار كروموزوم اوف 2 كروماتيدز، وبعده انكوندنسد، بعده كبير منه مضبضب على بعضه، بعده رفيع وكبير الكروموزوم. يعني هاي بس يكون الماس تاعتهم 1 ايو مثل ما هن هلا كانوا عم يقولوا لها، وهيك بيكون الماس تاعتهم لما بصيروا 2 ايو وزنها للكروموزوم لما بصير دوبليكيتد. اوكي، هذه دوبليكيتد صار 2 ايو، هذه نون دوبليكيتد يعني هاي مثل ال 1 ايو، هذه تاعت ال 2 ايو. شو اسمها هذه الفتره؟ هي الدوبليكيشن بيريود، هو المرحله اللي بيكون عم يدوبل فيها حاله الكروموزوم، لما هيك بيكون عم يتحول لهيك، عم يطلع النسخه الجديده تاعته او الكروماتيد الجديده تاعته. طيب ليك شو قايلين هون بالسؤال، How does the mass of chromosomic material vary during interphase and during mitosis؟ ليك كيف ال I هي interphase وال M هي mitosis. اوكي، كيف تتغير ال mass تاعته للكروموزوم during interphase؟ مبين انه during interphase the mass of chromosomic material duplicates from 1 to 2 AU، بدوبل حاله، هذا اللي عم يصير بالانترفيس. طيب كيف نجاوب على الام؟ بيقول لك while during mitosis the mass of chromosomic material in a cell is divided into halves، تنقسم بكون 2 بتصير 1. اوكي، لكن during interphase بدوبل حاله الكروموزومز، during mitosis بيقسموا حالهم عن جديد. هيك شرحنا لهم اياها. Part B derive the importance of interphase، شو هي أهمية الانترفيس؟ انترفيس أهميتها إنه it is the phase during which the mass of chromosomic material duplicates. طيب ليش هي duplicates؟ ليش لازم تدوبل حالها؟ In order to conserve the genetic material of a cell after cell division by mitosis. هيك نحن جاوبنا على part B. يعني حاولوا بالعربي انه during interphase الكروموزومز بدوبلوا حالهم، بصير of two chromatids، لحتى اللي يضلوا محافظين على رقم، على عدد الكروموزومز ما يضيع، بس تنقسم الخلية by mitosis يعني. part 2 هلا، schematize a chromosome and label its parts at the beginning of interphase at the end of interphase. هذا هلا انا رسمتهم، هيدي part A وهيدي part B. يعني هيدي a chromosome at the beginning of interphase وهيدي a chromosome at the end of interphase. مبين انه هيدا simple chromosome وهذا duplicated chromosome، لأنه هيدا at the beginning of interphase بال1 بس يكون mass تايتون 1، وهذا at the end of interphase لما بيكون mass صار تايتون double 2. أيوه، خلص هذا البارت كمان كمتايزة نرسمه، لأنه بس قال label its parts.
شو الأقسام تعوله؟ كل كروموزوم هذا حنرسم إنه هنليبل نحط ليبل له هي كروماتيد أو بهيدا اللي بتوصل بين اثنين كروماتيد اسمها سنترومير. أوكي وهذا طبعا بدنا نسميه إنه هي duplicated chromosome. بينما هاي بدنا نسميها simple chromosome أو بنقول له مثلا chromosome of one chromatid. chromosome من شقفة واحدة يعني chromosome من شقفة واحدة. طيب هلا شو بيقول لك ببارت 3 name the mitotic phase through which the mass of chromosomic material in the cell becomes equal to 1. شو هو المرحلة الميتوسيس اللي بقلبها بصير الماس تاعت الجينيتك ماتيريال 1؟ يعني بهيدي المرحلة لما بهيدا قلنا كده لو هيدا ميتوسيس يعني بمرحلة هيدي الميتوسيس كيف بتصير الجينيتك ماتيريال بتصير 1؟ هي بتصير during أنافيز لأنه هي بصراحة بين الأنافيز والتلوفيز لأنه بتنقسم الكروموزوم وبصير two separate chromatids. أوكي فبس ينفصلوا الكروماتيدز عن بعضهم بصير هذه المرحلة يلي بيكون كان duplicated الكروموزوم بصير simple chromosome. أوكي بس كرمال بوضح شغله during anaphase او during metaphase ليكو كيف الكروموزوم بس يكون على spindle fiber وهذا الاستر بادي تاعي هذا السنترومير تاعيته بيكون صار الكروموزوم هيك وصار هون thick and short بصير condensed chromosome كتير سميك يعني ما بقى هيك طويلة مثل هاي بتصير بتضبضب على بعضها هذا during metaphase مثلا بس بينما during anaphase لك شو اللي بصير بصير spindle fiber وانكسروا الكروماتيدز عن بعضهم وبعضهم سماك انا ما طالبيننا منه بس لازم نكون عارفها هذا during anaphase يعني شو بصير during anaphase the centromere of each chromosome is split بتنقسم then sister chromatids separate بينفصلوا عن بعضهم sister chromatids towards opposite poles بيروحوا على الاتجاه بيروحوا على الاتجاه المعاكس مشان هيك الماس تاعت genetic material بتصير نص بيكون صارت 1 ما بقى هي 2 مع بعضهم اوكي ماشي او فينا نقول مثلا between anaphase and telophase لانه بالتلوفيز كمان بتنقسم لتو دوتر سيلز الخلية لما تكون عم تعمل ميتوسيس طيب في سؤال تاني كمان بالدورات من بعده هو ما نمذكر ما بعرف يمكن زايد دورة 2012-2013 ما أنا عارف بس بتفتشوا بالدورات ببينوا معكم هولي كروموزومز مبين انه هدول condensed chromosomes مبينين during cell division لاحظوا كيف كروموزوم كتير مضبضب بعضه منه طويلة ومبينة بالانترفيز هذي مبينة انه هي during cell division شوفوا شو قايلين the adjacent document represents the behavior of chromosomes in a certain mitotic phase بالميتوسيس يعني of an animal cell label structures 1, 2 and 3 structure 1 هو شو لكن duplicated chromosome او chromosome of two chromatids طيب 2 هي centromere طيب 3 هي chromosome of one chromatid او simple chromosome طيب part 2 name the phase represented in the document in this document
بأي مرحلة بيكون كروموزوم ويكون دوبليكيتد وبصير بينشقف لبعضه عن بعضه وبصير separated chromatids during anaphase طبعا. لسه فاد answer نقلون because the centromere of the chromosome is split and the sister chromatids are separated from each other. طيب part 3 indicate the number of cells obtained at the end of mitosis. كم سيل بيطلع عنا لما بينتهي الميتوسيس؟ أكيد 2 و indicate يعني ما بده justification. part 4 assuming that the mother cell has 2n equal 4 chromosomes draw and label this cell at the beginning of telophase. ببداية التلوفيز بدنا نرسم لهم كيف تطلع السل إذا كان في بقلبها 2n equal 4 يعني هي ديبلويد هذه السل يعني كل اثنين سل كل اثنين كروموزومز فيها بيشبه بعض والكروموزومز عددهم 4 كلياتهم. طيب هات لنشوف كيف بدنا نرسمها. At the beginning of mitosis يعني بتكون هيك at the beginning of telophase. beginning of telophase يعني بدها تبين هيك هي animal cell شكلك مثل عينات على telophase عاملة cytoconstriction وبدنا نرسم أستر باديز و وطبعا انفصلت بعد beginning of telophase. okay 2 equal 4 يعني 2 كروموزومز كبار و 2 كروموزومز صغار. هاد 2 كبار و 2 صغار خلص خلصت هاي. هي طبعا كروموزوم ايه كروموزوم تاني معلمون اكتر الكروموزوم التالت و الرابع 2 كبار 2 صغار. ليك ال 2 بيشبه بعض لانه 2 ان يعني ديبلويد. وليه قال ليه 4 لانه 2 equal 4 لكن هاي 2n equal 4 وهذا أكيد حتعطينا 2n equal 4 لأنه beginning of telophase المرحلة اللي عم ينقصوا فيها السيتوبلازم بعده ما صاروا 2 daughter cells بعده ما انشقفوا عن بعض. اوكي وكمان خد السؤال هذا هو هذا سؤال مثل ما هو بيجي بالدورات وبيجي عليه 4 علامات 5 علامات على 20 بكل بساطة مشان هيك إذا كل واحد مستوعب الفكرة ما بلاقي شيء صعب. يلا بنجي لسؤال 2008 كمان هذا 2008 الثاني على أظن ببين معكم طبعا بس فوتوا على الويب سايت مثل ما قلت لكم اللي هي www.crdp.org وبتفوتوا على دليلنا وبصير بتلاقوا دورات كلها هذه هي الويب سايت لما تضيعوها www.crdp.org دليلنا بعدين تفوتوا. المهم هذا السؤال مع الاجابات تعولوكم هونيك بيكون بس هون عم نناقشهم كرمال نشوف كيف لازم نجاوب هيك سؤال. هون مبين بالدوكيمنت دغري للوهله الاولى انه مكتوب ميتوسس فمعروف القصه كلياتها. هات لنشوف هون شو قايلين. The number of chromosomes obtained in the nucleus of an egg cell or a zygote يعني zygote هي egg cell and the genetic information carried by these chromosomes are conserved at each mitosis mitotic division in the opposite document. هذا opposite document مفرجينا انه egg cell او zygote بيكون في بقلبها حاطين pair of chromosomes زوج من الكروموزومز وفي عليهم مسميين عليهم جين معين شيء من الجينات مسميين سمول بي وانا تاني ميلي كمان الى نفس الاسم سمول بي. To simplify the diagram we present a pair of homologous chromosomes that carries information B. okay على part 1 I then indicate the origin of each chromosome of this pair contained in the nucleus of the egg cell. قال بقلب الـ XL من وين الـ origin تعيتهم ده كل واحد من دول الكروموزومز يعني من وين جاي من الأساس. أول كروموزوم طبعا أو واحد من الكروموزومز بيكون
coming from the sperm of the father, the second chromosome is coming or came from the ovum of the mother. وهيك جاوبنا بنكون part 1. part 2 معناتها جاي من واحد جاي من sperm تاعت الفادر واحد جاي من sperm تاعت الاوفم. عملوا fertilization مع بعض طلع عنا زي هذه الزيجوت اللي هي اول خلية من جسم الانسان, وبعدين بلش تعمل mitosis كرمال تعطينا خلايا الجسم. طيب تاني سؤال. By referring to the opposite document, precise the number of cells obtained at the end of each mitosis. قال بس شوف هذا الدوكيمنت بدك تخبرنا شو هو number of cells, قديش بيطلع cells من كل one mitotic division. شوفوا هذا mitosis واحد cell عطتنا two cells, وهذا mitosis كمان واحد وعطانا هيك, وهذا mitosis عطانا هيك. لكن كل mitosis كم daughter cell بيعطينا؟ بيعطينا two daughter cells أو هيك أو هيك. يعني precise the number of cells obtained at the end of the each يعني each الجواب each mitosis gives two daughter cells according to the document. شو لأنه هذا إجابة جبناها من document مشان هيك بنقول according to the document. أوكي أنا هلا عم أقولهم بهالطريقة كرمال الفرجة بس كيف نحن بنجاوب, نقرأ السؤال بنشوف الإجابة متأكد منها بعدين نقرأ السؤال عن جديد كرمال نعرف شو بدنا نصيغ الجواب بتاعه. part B هلا قالك compare the number of chromosomes and the genetic information of the egg cell to those of each of the daughter cells وdraw the conclusion. لكن هون بدنا نقارن عدد الكروموزومز والجينيتك انفورميشن كمان اللي حاملينها of the egg cell to those of the daughter cell. طيب هات لنلاحظ شوفوا عدد الكروموزومز بكل سيل مادر سيل عم يكون نفس الشيء مثل الدوتر سيلز تاعولها. شوفوا كيف مادر سيل هدول دوتر سيلز تاعولها, وهدي مادر سيل هدول دوتر سيلز تاعولها. يعني دائما the number of chromosomes is the same between the mother cell and its daughter cells. كمان furthermore شوفوا كيف بقلب الزيجوت بالاكس باكسل في بقلبها سمول بي سمول بي الدوتر سيلز كمان سمول بي سمول بي سمول بي سمول بي. يعني شو بنحط بالجواب بالجملة الثانية بنحط moreover أو similarly the genetic information carried by the chromosomes of the mother cell is always identical to that of the genetic information carried by its daughter cells. نحاول لأنه كله small b small b small b small b وهيك بنكون عملنا comparison ما في difference كلياته similarities. draw the conclusion شو بنستنتج لك من هذا كله. therefore mitosis is a confirmed reproduction of cells. confirmed reproduction of cells يعني هو انقسام لخلايا بس بيعطينا daughter cells يكونوا قد بعضهم, أو بنقول انه therefore هذا confirmed reproduction of genetic information أو mitosis ensures the confirmed reproduction of genetic information. يعني بيأملنا ثبات الكمية تاعت genetic information, أو بنقول therefore mitosis preserves the genetic information in the body أو in cells يعني بيحافظ لنا عليها. اوكي او conserves. يلا سؤال غيره هذا كمان بالدورات ودائما هذا جاي مثله بثلاث مرات تقريبا بالدورات ثلاثة او اربع مرات. يعني شوف شو قال لنا هون. The adjacent document represents some phases of cellular division. A cellular division. For simplicity we represent only the chromosome pair number 9 where alleles capital B and small o of the gene determining blood group in humans are localized. يعني احنا عم نفرجونا سل معينة عم تعمل سل ديفيجن وما قلنا اذا هو ميتوسيس او ميوسيس, نحن لازم نكتشف. وحاطين عليهم capital B و small o.
تميزوا الكروموزومز عن بعضهم، ومفترضين انه هذا الكروموزوم حنسميه كروموزوم 9. سؤالين بارت 1. By referring to the given document, describe the modification that occurs on chromosome number 9 as the initial cell transforms to cell E. يعني بدنا نقول لهم describe the modification that occurs on chromosome number 9 as the cell هذا initial cell بتصير cell A. بدنا نقول لهم كيف صار، شو صار بالكروموزومز. لاحظوا كيف هون الكروموزوم كانت هيك صارت هيك، يعني كيف بدنا نجاوب عليهم؟ بدنا نقول لهم انه each chromosome of the initial cell which is composed of one chromatid is duplicated to give the same chromosome having two chromatids in cell E. وهيك بنكون جاوبنا على part 1A. هلا 1B. Compare the number of chromosomes in cells E, F, and G. قارنوا E, F, and G. Number of chromosomes. لكن the number of chromosomes of cell E is double the number of chromosomes of cell F or G. Okay, هيدا دبل عن هيدا وهيدا. طيب part C. Pick out the cause of the difference in the number of chromosomes in these cells E and F and G. Cause of difference in number of chromosomes. بدنا نقول لهم ليش هيك في difference بال number of chromosomes، شو سبب ال difference هيدا. بس بدنا نقول لهم according to the given document cell E underwent، يعني عملت a reductional division which separates the homologous chromosomes from each others. Therefore, the pair of chromosome number 9, duplicated chromosome number 9, are split into two different cells, cell F and cell G. وهيك جاوبنا على السؤال. طيب part 2A هلا. شوف 2A هون. I'll precise the number of cells produced by cells F and G after the second meiotic division. او لو قال بدهم اياهم بس بدهم يعملوا second meiotic division، يعملوا meiosis عن جديد. Precise the number of cells produced by F and G. قال بعد ما يعملوا second meiotic division، يعني بدهم ينقسموا بعد meiosis الثاني، meiosis 2 يعني. شو حيطلع لنا daughter cells جداد؟ بدنا نقول له انه مع justification طبعا. Since the chromosomes of cell F and cell G are duplicated, then each of these cells will split into two daughter cells. عرفت كيف؟ يعني هاي مش اللي حاطين لنا السل الأساسية، في بقلبها كان هدول كروموزوم 9، واحدة في بقلبها B، واحدة O، بعدين صارت كروموزوم B، هذا كروموزوم of two chromatids، هذا B وهذا another B، وهنا كان كروموزوم فيه O وهذا O. اوكي هذا خلينا نعمله نفس الشكل، كروموزوم of two chromatids، وبترجع هذا ال E ناقصه مثل F و G، هذا ال F وهذا G، صار هذا في بقلبها كروموزوم O، سوري كروموزوم في بقلبه O بس لأنه duplicated، هذا كروموزوم في بقلبه كابيتال B كابيتال B. طيب من بعد هيك شو حتنقسم؟ هي حتعطينا two daughter cells، كروموزوم في عليه B لحاله، هذا كروموزوم عليه B، وهذا كمان حتنقسم تعطينا كروموزوم واحدة of one chromatid عليه O، وهذا كروموزوم
ما هو قليل او يعني هيك بيطلعوا معنا. يعني each of the dot of the cells F and G will split into two daughter cells. جاوبني هون، لأنه الكروموسوم بس يكون duplicated بده يرجع ينقسم لحتى يصير كل واحد لحاله الدبلز هدول. Do the cells obtained at the end of the meiotic of meiosis carry the same genetic information? Testify the answer by referring to the document and to the acquired knowledge. قال هل هدول السيلز حيندون حيكون عندهم the same genetic material؟ أكيد لا. Say no, since some of these cells, daughter cells of meiosis, لأنه من هون لهون انتهى meiosis أو انتهى meiosis كامل. Since the daughter cells of meiosis أو some of the daughter cells of meiosis contains capital B while the other contains O. Therefore, daughter cells of meiosis are different. شفتوا كيف؟ meiosis بيعطينا different cells غير الميتوسيس اللي بيعطينا identical. هلا بنيجي لهذا الاكسرسايز، هي بدورة 2005. شو قايلين؟ قايلين the adjacent document shows an error in the segregation of chromosome pair 18 during gamete formation in a given couple. gamete formation يعني meiosis. segregation يعني توزيع separation يعني. لك بس chromosome 18 ما مفرجونا الكروموزومز الباقيين. compare the gametes of the father with the gametes of the mother. هذا هو الجاميتس اللي كان تولي الفادر، هو الجاميتس تولي المادر. شو بدنا نقول لهم؟ أول شيء إنهم هدول بتشبه بعض، بنبلش بالأسهل. بدنا نقول لهم لكن the gametes of the father أو each of gametes A and B of the father contains one chromosome 18, one copy of chromosome 18. While chromosome gamete C of the mother has one extra chromosome 18, then قل له واحد زيد. And gamete D of the mother has missing chromosome 18. يعني هذا مقطوع من chromosome 18، ما في معه. هذا معه واحد زيادة chromosome 18. Part B هلا. Determine the number of chromosomes 18 in the zygote that may result from the union of these gametes. Justify the answer. هل هلا الجاميتس تعول الفادر مع تعول المادر، بدنا نقول له قديش عدد الكروموزومز وجستيفاي اذا بدهم يعملوا زايجوت بينهم بين بعض بين المادر والفادر. هلا شو بدنا نقول له؟ if any of the chromosomes if any of the gametes A or B of the father fertilized the gamete C of the mother, the zygote will have three copies of chromosome 18. يعني إذا حيالله واحدة من هدول عملت fertilization مع تعيط المادر هاي حيطلع عنا ثلاث نسخات من chromosome 18. However, if any of the gametes of the father A or B fertilizes the gamete D of the mother, then the zygote ابنهم يعني will have only one copy of chromosome 18. Okay. يعني كيف بس نوضحها شوي. هل إذا المادر عندك اثنين كروموزوم 18. Okay. عطتنا هدول الجاميتس. واحدة في بقلبها اثنين من الكروموزوم 18 وواحدة فاضية. هدي السي وهدي الدي. والفاذر كان عنده اثنين كروموزوم 18 عمل ميوسيس تعطانا جاميتس لأن السبرم تعوله. واحدة فيها الـ A في بقلبها واحدة كروموزوم 18 والـ B في بقلبها واحدة كروموزوم 18. هلا إذا هاي عملت fertilization مع هاي شو حيعطينا؟ حيتلقح ويجيبوا زيجوت جديد في بقلبه ثلاثة من كروموزوم 18. بينما إذا هاي مثلا عملت fertilization مع الـ D حيطلع لنا بالزيجوت بابنهم واحدة من كروموزوم 18. طبعا هاي بتسبب مشكلة وهاي بتسبب مشكلة.
اوكي، لانه هون المشكله هون ناقصين، من واحد من الكروموزومز وهون زايدين كروموزوم. هو الزايد اخو الناقص دائما بالجينيتك ماتيريال دائما. اوكي طيب بارت سي، نيم ذا ابنورماليتي. ابنورماليتي يعني شيء غلط، شيء مش طبيعي. That results from the union of gamete C with one of the father's gamete. قال إذا C عملت fertilization مع واحدة من مع ال B أو مع ال A، شو حيعطينا؟ abnormality اسمها trisomy 18. trisomy 18 يعني مرحلة في قلبها أو حالة في قلبها ثلاث نسخ من رقم 18 كروموزوم. الكتاب هيك trisomy 18، هذه اسمها للابنورماليتي. Since the zygote will present three copies of chromosome 18. هذا هو السؤال. خلص. هلا بالفيديو اللي من بعد هيدا في كمان exercises تانيين جداد كرمال نشوف كيف نحن بنفكر بالاسئله وبنجاوب عليهم. ويعطيكم العافيه.